أنا بفتكر إن إحنا مفترض نطرح السؤال أو نخط السؤال في سياقه الصحيح. تفضل. الإسلاميين منذ بداية هذه الحرب ظلوا يستدعون القبائل علانية، يعني الكلام ده ما كلام سر ولا كلام يقال بطريقة غير مباشرة، وإنما علانية. رأينا حتى ضباط زي طارق الهادي، رجل عميد في الجيش، وهو زي متحدث باسم الجيش، يعني هو متحدث رسمي لكن هو رجل بتاع لايفات يطلع تقريبا يوميا في السوشيال ميديا ويتكلم، ورأينا له يعني نداءات بنادي فيها القبائل، يعني بنادي في ما في داعي لذكر الأسماء، لكن استدعى طيب عدد من القبائل وطالبة بأنها تحمل السلاح، وكذلك استدعاء الشباب واستدعاء المواطنين وتجييش المواطنين. أنا بفتكر إنه النظام السابق والحركة الإسلامية الآن بتلعب في آخر كروتها، في إنها يعني تقود البلد نحو حرب أهلية شاملة أو سيناريو قريب من السيناريو الليبي. نحن رأينا إنه الإسلاميين يعني عمليا أسا قسموا ليبيا فيها حكومتين، واستدعوا التدخل الأجنبي التركي وغيره، في النهاية بقى عندهم الجزء بتاع غرب ليبيا هم مسيطرين عليه ومسيطرين على الموارد النفطية. طيب وأنا بفتكر إسلامي السودان تفكيره ما بيختلف كثير، يعني هم أسوأ نسخة للإسلام السياسي موجودة في المنطقة العربية والإفريقية، فهم ما مهمهم يحكموا الخرطوم أو يحكموا مدينتين ثلاثة برعاية أجنبية. يعني رأيناهم البرهان يهرول إلى نتنياهو ويستدعون التدخل التركي وإلى غيره، يعني كل هذه السيناريوهات وتجييش ويعني محاولة تحويل الحرب دي من حرب سياسية إلى حرب مجتمعية، حرب أهلية شاملة لا يهمهم أن تدوم كحرب داحس والغبراء لعشرة أو 15 سنة، في النهاية هم في انتظار الفرج الإلهي ممكن أن تسفر عن هذه الحرب طيب نتائج أو كيف أقنعوا، تدخلات كيف إيجابية أو أقنعوا تحول سبعة قدرة زعماء الحكم بالظهور إن يا هي سيد ناصر، تعيد الحركة الإسلامية للسلطة؟ حتى لو كان ذلك يعني حاصلا؟ طيب كيف تم إقناع السبعة زعماء بالظهور وتوجيه هذه الدعوة لأبناء القبائل بترك الجيش السوداني والانضمام لقوات الدعم السريع، حتى لو كان ما تقوله حضرتك هو ما حدث يعني؟ الدعم السريع نفسه تكوينه تكوين قبلي في الأساس. الدعم السريع يعني احنا غير راضين عن الدعم السريع، يعني احنا نفتكر انه الدعم السريع مفترض يندمج في مؤسسة الجيش حسب الإجراءات اللي هي قامت الحرب لوقفها. الحرب دي أصلا قامت لمنع الإصلاح الأمني والعسكري، يعني إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري وتعدد الجيوش الموجودة الآن. غير الدعم السريع والجيش، البلد دي فيها أكثر من 7 جيوش، يعني مني عنده جيش، عبد الواحد عنده جيش، الهادي إدريس عنده جيش، مالك عقار عنده جيش، عبد العزيز الحيلو عنده جيش، يعني عدد كبير جدا من إذن هو الجيوش قرارهم يا سيد ناصف، والميليشيات. هذا هو سؤالي، نعم إذن هو قرارهم السبعة زعماء القبائل أخذوا قرار أنهم يدعموا الدعم السريع، هو قرار؟ نعم نعم نحن بنعيش وضع بتاع استقطاب إثني وقبلي في السودان، وده نتائج للخطاب ونتائج لمخططات فلول النظام القديم، انه يحولوا طيب هذه الحرب لحرب اثنيه. لكن انا ما اعتقد انه هؤلاء زعماء القبائل في حد املى عليهم. ممكن التاثير على زعماء القبائل، ممكن مخاطبه النعرات الاثنيه نعم واستثاره النعرات القبليه فيهم، لكن اللي بيعرف الثقافه بتاعت السودانيين والتكوين بتاع السودانيين، انا ما اعتقد حتى رئيس الجمهوريه يستطيع أن يملي على زعماء القبائل في السودان أو أشكرك يستفزهم. أشكرك أو أي أشكرك شخص بيعرف السودانيين هذا كلام ما عنده أشكرك أشكرك ما فيه قدر من الموضوعية. أشكرك